طابت أوقاتكم مشاهدينا، وأهلا بكم في نشرة السادسة عبر قناة ليبيا لكل الأحرار. وفي عناوينها: قوات الكرامة تعلن سيطرتها على قاعدة تمنهنت الجوية ومنطقة وادي البونيس بالكامل، وتواصل عمليات التمشيط في محيط القاعدة. المجلس الرئاسي يدين القصف الجوي الذي تتعرض له مدن منطقة الجفرة واستهداف البنية التحتية بالمنطقة، ويطالب بالوقف الفوري لهذا التصعيد. حفتر يقول إنه قدم مقترحا للسراج بتكوين مجلس رئاسي من 3 أعضاء أو نقل صلاحيات القائد الأعلى إلى القائد العام في حال رفض وجود الجيش في تشكيلة الرئاسية الجديدة. أكد الناطق باسم اللواء 12 مجحفل محمد لافارس سيطرة قوات الكرامة على قاعدة تمنهنت الجوية ومنطقة وادي البونيس بالكامل، وأضاف لافارس لقناة ليبيا لكل الأحرار أن السيطرة تمت عبر محاصرة قاعدة تمنهنت من 3 محاور قبل اقتحامها من جهة المهبط، مشيرا إلى أن دخول قوات الكرامة للقاعدة جرى دون اشتباكات مع القوات المتمركزة داخلها. ونوه اللواء 12 مجحفل إلى أنه تم رصد انسحاب 56 آلية مسلحة تابع للقوة الثالثة باتجاه منطقة الجفرة، مشيرا إلى العثور على عدة دبابات وآليات مسلحة وذخائر داخل القاعدة. من جهته أفاد الناطق باسم الكتيبة 116 مشاه الموالية لعملية الكرامة محمد حسين بأن قواتهم عثرت عقب السيطرة على قاعدة تمنهنت على عدة آليات ودبابات، مشيرا إلى أن قوات الكرامة تؤمن حاليا القاعدة من جميع الجهات. وأشار حسين إلى أنه تم رصد عدة أرتال تابعة للقوة الثالثة وهي تنسحب باتجاه الطريق الصحراوي والجفرة. هذا وقال عضو المجلس البلدي وادي البونيس محمد الهادي إن قوات الكرامة سيطرت على منطقة وادي البونيس بالكامل ومطار تمنهنت المدني ومنطقة تمنهنت الصناعية. وأضاف الهادي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن دخول قوات الكرامة للمنطقة تم بشكل سلمي بعد انسحاب عناصر القوة الثالثة منها، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تمشيط المناطق التي تمت السيطرة عليها. وأضاف عضو المجلس البلدي وادي البونيس محمد الهادي بأن الأضرار بمطار تمنهنت عادية ولم تسجل خسائر بشرية أثناء سيطرة قوات الكرامة على قاعدة تمنهنت الجوية. أهم شيء اللي هو سلامة سواء كان المواطنين أو الأفراد الليبيين، وهذا ما يهمنا احنا بشكل كبير. كيفية، أنا أشكر كل الجهود اللي بذلت وكل القيادات التي سعت لتجنيب هذا المرفق والمنطقة وكل الليبيين الاقتتال. من جهته أفاد أمر لواء 13 جمال التريكي بانسحاب قواته من المنطقة الجنوبية تماما والرجوع إلى مدينة مصراتة استجابة لمطالب أهالي الجنوب. وأضاف التريكي في اتصال مع قناة ليبيا لكل الأحرار أن القوة الثالثة موجودة في الجنوب منذ 2014 ولم تتسبب في أي مشاكل أو اشتباكات. وحمل أمر لواء 13 المجلس الرئاسي مسؤولية ما يحدث في المنطقة الجنوبية، مؤكدا أن القوة الثالثة لم تنسق خلال انسحابها من المنطقة مع حكومة الوفاق. لبينا نداء أهلنا وناسنا في الجنوب، وقررت القوة الانسحاب من منطقة من جميع مواقعها في المنطقة الجنوبية، الرجوع إلى منطقة مدينة مصر. في سياق ذاته قال الناطق باسم الكتيبة 201 الوليد سالم إن انسحاب الكتائب من قاعدة تمنهنت جاء من أجل حقن الدماء، إضافة لوجود ضغوطات اجتماعية من حكماء الجنوب ومصراتة، مشيرا إلى أن قوات الكرامة دخلت القاعدة بعد تناقل خبر انسحاب الكتائب. وأوضح سالم لقناة ليبيا لكل الأحرار أن كافة الكتائب انسحبت من القاعدة بألياتها وعتادها في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، نافيا حدوث أي اشتباكات مع قوات الكرامة أو محاصرتهم للقاعدة. وأضاف الناطق باسم الكتيبة 201 أن القوات المنسحبة من القاعدة تعمدت عدم تعطيل أو تخريب الطائرات وكافة المرافق الحيوية بالقاعدة خاصة التصنيع الحربي، مبينا أنهم حافظوا على القاعدة ومقدراتها لأكثر من عامين باعتبارها ملكا لكل الليبيين.
ونفى عميد بلدية الجفرة فؤاد رشيد الأنباء المتداولة عن وصول أرتال القوى الثالثة من تمنهنت إلى الجفرة، وأضاف رشيد لقناة ليبيا لكل الأحرار أنه لم ترصد أي تحركات عسكرية على الأرض، منوها إلى هدوء الأوضاع في جميع مناطق الجفرة. من جهة ثانية قال عميد بلدية الجفرة أنه لم يتم حتى الآن إحصاء الأضرار الناجمة عن القصف الذي تعرضت له المنطقة خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى وجود أضرار كبيرة في المقرات العامة والمكاتب. ورأى عضو مجلس النواب عن سبها محمد عريفة أن انسحاب القوى الثالثة جاء في وقت مناسب، معربا عن أمله في أن تساهم هذه الخطوة في استقرار الجنوب. الحقيقة أن العمل الكثير، يعني نحن في أعضاء مجلس النواب وأعضاء بلديات لمدة 3 أيام الماضية نجتمع في طرابلس، تواصلنا مع الأخوة في مصراتة، تواصلنا مع وزارة الدفاع، مع الوكيل، المجلس الرئاسي، الكل عمل على تجنيب مزيدا على تجنيب المنطقة الجنوبية مزيدا من الدماء، كان هذا هو الهدف الأول والأخير. إلى ذلك أكد عبد السلام ليلى مدير مكتب قائد القوات المسلحة الليبية في المنطقة الجنوبية علي كنا أن قواتهم تسلمت حقل الشرارة النفطي من القوى الثالثة المكلفة بحماية الجنوب بطريقة سلمية، وأوضح ليلى لقناة ليبيا لكل الأحرار أن عملية التسليم تمت بناء على طلب من قوات علي كنا لحقن الدماء وتجنيب المنطقة الصراع، قائلا أن القوات متمركزة في الحقل وهو يعمل بطريقة طبيعية دون أي عراقيل. وأضاف ليلى أن المنطقة النفطية في جنوب أوباري تحت سيطرة القوات المسلحة الليبية في المنطقة الجنوبية، مشيرا إلى أنها قوة محايدة لا تتبع أي من رئاستي الأركان في المنطقتين الشرقية أو الغربية. وفي ردود الفعل دان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القصف الجوي الذي تتعرض له مدن منطقة الجفرة واستهداف البنية التحتية لهون وسوكنة وودان، فضلا عن ترويع المواطنين الأبرياء وإصابة أعداد منهم. وطلب المجلس الرئاسي في بيان له بضرورة الوقف الفوري لهذا التصعيد واصفا إياه بغير المسؤول، ومشيرا إلى أن الجفرة هي منطقة تعايش وسلام، كما أنها تعد صمام أمان نتيجة حيادها وحكمة أهلها. للتعليق على هذه التطورات معنا عبر الهاتف من براك الشاطئ المختص في قضايا الجنوب سالم مخزام. سيد سالم أهلا بك معنا، كيف تبدو الأوضاع الأمنية؟ كيف تلقى الأهالي التحركات الأخيرة لقوات الكرامة تجاه تمنهنت؟ بسم الله، مساء طيب إن شاء الله لكل المشاهدين الكرام. بالطبع الآن الأوضاع تغيرت في الجنوب بعد دخول الجيش إلى قاعدة تمنهنت وإلى مطار تمنهنت، ويعني بسط الآن نفوذها وسيطرتها في كل هذه المنطقة، في منطقة البوانيس وعلى الطريق العام في بوابة تدميرة المال وفي اتجاه منطقة الشاطئ، أي أن يعني واقع جديد أصبح يعني عسكريا في المنطقة، ويمكن للعسكريين والمختصين أن يقدموا تحليلات من الناحية العسكرية. ولكن يعني من الناحية المدنية أود أن أقول بأن الآن يعني معنويات الناس مرتفعة وتتجه بصراحة إلى توحيد الصفوف وتتجه إلى قضايا أخرى، يعني تتركز نحو لم الشمل ونحو التسامح والسمو من أجل الوطن استشراطا يعني الفترة القادمة، ليست الفترة يعني القليلة القادمة، ولكن استشرافا إلى واقع بعيد نتطلع إليه من أجل بناء وطن ونبذ كل يعني الروح الانتقامية والكراهية ونبذ التطرف، بل ورفع حتى الغطاء الاجتماعي عن كل المجرمين الذين يحاولون سفك الدماء أو تعطيل عجلة السلام في المنطقة الجنوبية. سيد سالم، نحو بناء مؤسسات وبناء الجيش والتعافي من هذه المشاكل الخطيرة التي كانت تدور في المنطقة الجنوبية بأسرها. سيد سالم، هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها تغير في المعطيات العسكرية على الأرض، هل تعتقد أن يمكن القول الآن والتفاؤل بأن المعارك قد انتهت بانسحاب أحد الطرفين سلميا وتسليمه؟ يعني أنا بصراحة المسألة السلمية هي يعني روح بناء عالية في تقديري، وهي تخفف إلى حد بعيد من حدة التوتر سواء كان من الناحية العسكرية أو من الناحية الشعبية، هذا ما لمسته حقيقة سواء في أفراد القوات المسلحة أو الضباط أو حتى الناس المدنيين والعقلاء، أظن أنها يعني
وصلت الى 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 مرحله معقوله جدا. ويعني نحن تحدثنا حتى في مرات سابقه وقلنا ان الاعمال العسكريه وبدء العمليات الحربيه يعني حينما تبدا انت لا تستطيع ان تسيطر عليها، وقد تحدث يعني انفجارات في اي لحظه، ولكن دعينا نتفائل ونوجه الراي العام كله، المؤسسه العسكريه والحكماء والاعيان وكل المثقفين في المنطقه الجنوبيه بان يتكاتف الجميع نحو السير الى منطقه افضل، لان طبعا المنطقه الجنوبيه كما تعلمين يعني تعاني من مشاكل كبيره في الخدمات وفي سبل الحياه، ونحن في امس الحاجه الى ذلك. لابد ان نلتفت، واظن اعتقد ان حتى يعني البلديات والاجهزه الاداريه الان عليها عبء كبير من اجل المواطنين في شبه لتظهر الشرطه ويبدا طبعا الحركه في اتجاه القضاء وفي اتجاه حتى الخدمات الاساسيه. نعم. التي ينفذها مثلا الاداريين وشرطه المرور والحرس البلدي والاجهزه الامنيه والتوجه الى فتح المطارات واعلاء السلام بصراحه للترحيب حتى بالنازحين وفتح سيد سالم جديده بصراحه. هل ترى اي انعكاس ايجابي للتطورات او التغيرات التي حدثت اليوم على الحوار السياسي؟ اعتقد جازما ان العمليات التي تمت هي ايجابيه. دخول الجيش هذا كان رغبه عدد كبير من السكان والناس، وصدرت طبعا بيانات وكانت هناك لقاءات عديده، تعلمون وتتابعون انتم هذا الملف يعني بحرفيه متناهيه. ويعني اعتقد ان مساله الخروج من قاعده كمن هند والمطار دون ما يعني حرق ودون ما يعني تدمير ودون ما اتلاف للمال العام والحفاظ على البنى التحتيه، في تقديري انها يعني ملاحظه ايجابيه تعمق الى حد بعيد يعني الروح البناءه استشراقا كما قلنا يعني واستعدادا لحوارات ستكون في المراحل القادمه تقرب وجهات النظر بين الليبيين الفرقاء. وباذن الله يعني انا اتوقع ان نذهب الى حد بعيد في اتجاه بناء الدوله ولم يشمل كل الليبيين، لاننا بلد واحد ووطن واحد. ان الدماء التي سالت والراي العام الذي حدث في المنطقه في الفتره الاخيره قد وجه كل هذه الاعمال في اتجاه الخروج السلمي، والان يعني لنبدا في سباق جديد مع الزمن نحو بناء الدوله واثبات الجداره فوق الارض وتحت. شكرا جزيلا لك عبر الهاتف من براك الشاطي المتخصص في قضايا الجنوب سالم بخزام، شكرا لك. أفاد الناطق باسم غرفة الطوارئ الجوية التابعة لعملية البنيان المرصوص محمد جنونو باستمرار الطلعات الجوية على منطقة جنوب سرت، وأضاف جنونو لقناة ليبيا لكل الأحرار أنه يجري التنسيق مع أفريكوم في عمليات الاستطلاع، متحفظا على ذكر المناطق التي يتمركز بها التنظيم حاليا. وقال الناطق الإعلامي باسم المجلس المحلي سرت محمد لميل إن عدد الأسر التي عادت إلى سرت حتى اللحظة بلغ 9500 أسرة. ونوه لميل في اتصال مع قناة ليبيا لكل الأحرار إلى أن الصليب الأحمر الدولي قدم سلات تحمل مواد غذائية وغير غذائية ل 1400 أسرة في حي الرباط بسرت لمساعدتهم إنسانيا قبل حلول شهر رمضان. وأشار إلى أن جمعية أيادي الخير ومقرها طرابلس قدمت هي الأخرى مساعدات ل 250 أسرة نازحة في مدينة ترهونة وضواحيها بالتعاون مع لجنة الأزمة سرت، منوها إلى استمرار ما وصفه بتقصير المجلس الرئاسي في تلبية حاجيات أهالي سرت بعد مرحلة التحرير. في درنة قال أولياء الدم الموالون لعملية الكرامة في المنطقة الممتدة من الساحل إلى مدينة طبرق إنه لا حوار ولا سلام إلا بشروطهم. وطالب أولياء الدم في بيان لهم بتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والمطلوبين من مدينة درنة، مؤكدين ضرورة تمثيلهم مستقبلا في أي لجنة للمصالحة. وحذر بيان أولياء الدم من عودة المجلس الأعلى للمصالحة إلى درنة، موضحا أن العفو والتنازل عن الحقوق مخالف للشريعة والقانون والأعراف. قال قائد عملية الكرامة خليفة حفتر إنه اقترح على رئيس المجلس الرئاسي خلال اجتماعهما في أبوظبي أن يكون المجلس من ثلاثة أشخاص فقط يمثل رئيس مجلس النواب والقائد العام ورئيس المجلس الرئاسي.
وأضاف حفتر أنه في حال عدم الرغبة في وجود الجيش ضمن تشكيلة الرئاسي بشكله الجديد يمكن إلغاء المادة الثامنة التي أسقطها البرلمان من أي اتفاق، مقترحا أن تنقل صلاحيات القائد الأعلى إلى القائد العام في المرحلة الانتقالية فقط وأن تعاد بعد انتخاب رئيس للدولة. وأشار قائد عملية الكرامة في لقاء صحفي إلى أنه قدم للسراج بشكل مكتوب عدة نقاط لمناقشتها، مضيفا أن السراج وافق عليها بشكل مبدئي طالبا مهلة لعرضها على جهات أخرى في المنطقة الغربية، كما طلب فرض تهدئة في الجنوب وهو ما وافق عليه حفتر وتم تضمينه في البيان المشترك. نفى المتحدث باسم القوات البحرية الليبية أيوب قاسم اتهامات منظمتي أطباء بلا حدود و SOS المتوسط بشأن إطلاق حرس السواحل الليبي الرصاصة في الهواء أثناء عملية إنقاذ مهاجرين غير نظاميين في المتوسط في 23 من مايو الجاري. وطالب قاسم المنظمات الدولية بتقديم دلائل تدين حرس السواحل الليبي ومخاطبة السلطات الليبية بشكل رسمي في حال صحة هذه الاتهامات. وأشار المتحدث باسم القوات البحرية الليبية إلى أن حرس السواحل الليبي مقيد بالقوانين الدولية والمحلية في تعامله مع قوارب المهاجرين في المياه الإقليمية الليبية. وكانت منظمتا أطباء بلا حدود و SOS المتوسط قد اتهمتا حرس السواحل الليبي بتعريض حياة المهاجرين غير النظاميين للخطر أثناء عمليات الإنقاذ في المتوسط. وقالت أطباء بلا حدود في بيان لها أن حرس السواحل الليبي وأثناء عملية إنقاذ بتاريخ 23 من مايو الجاري اقترب من عدد من القوارب وأطلق الرصاصة في الهواء، ما تسبب في حالة من الفوضى ترتب عنها سقوط أكثر من 60 مهاجرا في البحر. وأضافت المنظمة أن اثنين من حرس السواحل الليبي صعدا على متن أحد القوارب المطاطية وأخذا الهواتف النقالة والأموال وغيرها من الممتلكات التي كانت بحوزة المهاجرين، قائلة إنه يتوجب على السلطات الأوروبية عدم تقديم الدعم لحرس السواحل الليبي لأنه يعرض حياة المهاجرين للخطر. نقلت وكالة أكي عن مصادر أمنية إيطالية قولها أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى السواحل الإيطالية منذ بداية العام الجاري تجاوز 50,000 مهاجر. وبحسب تقرير صادر عن وزارة الداخلية الإيطالية فإن المعطيات تشير إلى ارتفاع عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا منذ بداية العام الجاري مقارنة ب 34,236 مهاجرا في الفترة نفسها من العام الماضي. أفادت صحيفة The Telegraph البريطانية بأن ما يزيد عن 30 مهاجرا غير نظامي معظمه من الأطفال لقوا حتفهم في المياه الإقليمية الليبية على بعد 30 ميلا شمالي ليبيا. وبحسب الصحيفة فإن سفنا تابعة للاتحاد الأوروبي وأخرى تجارية كانت في طريقها لإنقاذهم، إلا أن قارب المهاجرين الذي يحمل أكثر من 500 مهاجر انقلب في عرض البحر قبل وصول فرق الإنقاذ. ويبلغ عدد الذين تم إنقاذهم من عرض المتوسط منذ بداية العام الجاري حوالي 50,000 مهاجر غير نظامي. بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنعلا مع المدير الإقليمي لشركة إينيا الإيطالية خطة إعادة تشغيل حقل بوطفل المتوقف منذ شهر إبريل الماضي نتيجة صعوبات فنية. كما ناقش الطرفان سبل تطوير القطع البحرية لبدء العمل على تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة، إضافة إلى تطوير منصة صبراتا وتركيب وحدات فصل جديدة وتطوير وحدات الفصل بمجمع مليتا النفطي. نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل صور قديمة لمعرض غات في معرض تمتار والذي تخصص مداخله لمستشفى غات لأمراض الكلى. قوات الكرامة تعلن سيطرتها على قاعدة تمنهنت الجوية ومنطقة وادي البوانيس بالكامل، وآمر اللواء 13 يؤكد انسحاب قواته من الجنوب إلى مصراتة. المجلس الرئاسي يدين القصف الجوي الذي تتعرض له مدن منطقة الجفرة واستهداف البنية التحتية بالمنطقة ويطالب بالوقف الفوري للتصعيد. وحفتر يقول إنه قدم مقترحا للسراج بتكوين مجلس رئاسي من 3 أعضاء أو نقل صلاحيات القائد الأعلى إلى القائد العام في حال رفض وجود الجيش في تشكيلة الرئاسي الجديدة.
أهلا بكم من جديد. أكد وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوفاق الوطني هشام بوشكوات عبر نشرة سابقة موافقة مصلحة الطيران المدني على منح تراخيص لشركة الخطوط الجوية التركية لاستئناف رحلاتها إلى مطار معتيقة الدولي بعد شهر رمضان الكريم. كانت هناك بعض الملاحظات التي تم استيفائها من قبل الجانب الليبي، وقد وافقت مصلحة الطيران الليبية على إصدار تراخيص لشركة الخطوط التركية لاستئناف رحلاتها بعد شهر رمضان الكريم. في طرابلس نظم بدار الفنون معرض تمتار الذي يمتد 3 أيام ويعرض صورا من غات، وستخصص مداخله لجمع تبرعات لمستشفى غات لأمراض الكلى. كاميرا ليبيا لكل الأحرار رصدت ما جاب أروقة المعرض من نشاطات وأعدت هذا التقرير. في أروقة هذا المكان تجد نفسك هائما بين اللحن والصورة، يعودان بك إلى حضارة عريقة امتدت لآلاف السنين في أعماق الصحراء الكبرى، بداوة عنوانها تمتار. معرض تمتار للمصور أماكا جاجي استضاف الزوار مستعرضا صورا فوتوغرافية وتشكيلية لمدينة الجمال وسحر الطبيعة غات. 32 صورة كانت وراء كل واحدة منها قصة عميقة رواها صاحب العدسة. الفكرة بدأت لما أنا كنت عندي أبويا مصاب، فجأة صار له فشل كلوي، وفي مدينة غات ما فيش دكتور أخصائي، ما فيش حد شخص الحالة وعينها. أبويا قعد يعاني مع وقوف الكلى لمدة ممكن 7-8 ساعات، بعد تالي فارق الحياة. أنا من هنا كنت ننتقد، لكن ما فيش أي حاجة صارت. قررت ان انا عندي حاجه في ايدي، اللي هي ان انا مصور فوتوغرافي وعندي اعمال، يعني فكرت ان التراث متاعي نحاول نستخدمه في ننقل معاناه الناس. اللحن الترقي لم يغب عن المعرض، لغة خاصة تتدفق عبر أروقة المكان. هاتان القيثارتان تتبادلان الحوار، كل منهما تعزف جملة لحنية ترقية تخطف السمع، وينساب بعدها اللحن برفقة عازفي الفرقة الموسيقية وزوار المكان. معروف يعني من تاريخ الطوارق أنهم يعني الشعب عريق جدا وثقافتهم، لكن غايبة بالنسبة للمجتمع الليبي. مش كل الليبيين يعرفوا الثقافة الترقية وكل الأمور اللي تدور داخلها. يعني أنت لو تلاحظ اليوم في الصور هذه المعروضة، صور تحاكي حياة الطوارق بشكل كامل. الفنان أماكا جاجي من مدينة غات قائم بالبرنامج اللوحات الرسومات هذه الفنية وتصويري، حتى هو فن تشكيلي وتصويري. العائدات هذه طبعا هي أغلب اللوحات هذه ومعظمها للبيع. سعرها مش غالي هلبة، 150 دينار ليبي يعتبر كويس. أغلب التبرعات أو 100% التبرعات ترجع لمستشفى الكلى بمدينة غات جنوب ليبيا. حاول معرض تمتار أن يعكس حضارة الأمة الأمازيغية بألوانها وأطيافها المختلفة، وهو فرصة تعيد للفن بعده الإنساني في خدمة المرضى والمصابين. طالبت دار الإفتاء المواطنين في ربوع ليبيا بتحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، وذلك عند غروب شمس يوم غدا الجمعة. وأوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه على المواطنين أن يدلوا بشهاداتهم عند إحدى المحاكم الجزئية كل في منطقته على أن يضبط الشاهد وقت الرؤية تحديدا، داعية المحاكم إلى فتح أبوابها في تلك الليلة لتلقي الشهادات وقبولها في حال توفرت فيها الشروط الشرعية. وصلنا إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. قوات الكرامة تعلن سيطرتها على قاعدة منهنت الجوية ومنطقة وادي البونيس بالكامل، وآمر لواء 13 يؤكد انسحاب قواته من الجنوب إلى مصراتة. المجلس الرئاسي يدين القصف الجوي الذي تتعرض له مدن منطقة الجفرة واستهداف البنية التحتية فيها، ويطالب بالوقف الفوري للتصعيد. وحفتر يقول إنه قدم مقترحاً للسراج بتكوين مجلس رئاسي من 3 أعضاء أو نقل صلاحيات القائد الأعلى إلى القائد العام في حال رفض وجود الجيش في تشكيلة الرئاسي الجديدة. دوماً للمزيد من الأخبار تابعونا عبر ليبيا الأحرار تي في على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر ويوتيوب. شكراً لكم على المتابعة، إلى اللقاء.